احنا مش متأكدين من الأذان بالضبط يعني، بس اي عندنا مثل ما تقول الانترنت وهذا، واحنا نتبع الانترنت الأذان المغرب في أمريكا. هل هذا عادي يعني؟ المراكز الإسلامية اللي حولكم ما عندهم تقويم؟ احنا في منطقة في أمريكا ما فيها مراكز إسلامية. خلاص، ما دام انكم تعملون بالأحوط، وأيضا انك اكيد ان الواحد ينظر اذا كان الشمس طالعة ثم غابت، أو إذا كان غيم فأعمل بالأحوط واللي يغلب على ظنك أنها غابت الشمس، وإذا غلب على ظنك أن هذا التوقيت صحيح فخذ به، والله يقبل منا ومنك يا زايد.